فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إمام مسجدنا صلى بنا يوم الجمعة فقرأ في الركعة الأولى والركعة الثانية بسورة السجدة، قسمها بالنصفين، وفي الجمعة الثانية قرأ في الركعة الأولى والثانية بسورة الإنسان. هذا خلاف السنة. سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، ما هي في صلاة الجمعة، ما هي في صلاة الجمعة، هذا خلاف السنة. نعم، إذا كان يريد العمل بالسنة يقرأ هاتين السورتين في صلاة فجر الجمعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.